اكتر، ولكن خليني اقول لحضراتكم التشكيل الرسمي للنادي الاهلي في هذه المباراه لم يتغير التشكيل الرسمي كثيرا عن المباراه السابقه، باستثناء لاعب ياسر ابراهيم هيلعب مكان رامي ربيعه. ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، طبعا هيكون حارس المرمى محمد الشناوي. ياسر ابراهيم وايمن اشرف اثنين سنتر باك، ومحمد هاني ناحيه اليمين، ومع علي معلول ناحيه الشمال، ثم حمدي فتحي وعمرو السوليه اثنين في وسط الملعب، حسين الشحات ناحيه اليمين، رمضان صبحي ناحيه الشمال، محمد مجدي قفشه، ثم في الامام جونيور اجاييه راس حربه النادي الاهلي في مباراه اليوم. مره تانية